خذي رمزيات أجيبك وقد سألتي حين تتحدثين بلطف وتأدب، لأننا حين وجدنا في سيدي بوزيد دخلنا من الأبواب، من فضلك دخلنا من الأبواب. يعني تسحب كلمتك أولا، تسحب كلمتك أولا، تسحب كلمتك أولا رجاء. تسحب كلمتك أولا، نحن مناش نتكلموا في الأدب رجاء. ولذلك لا رجاء لو سمحت تسحب كلمتك أولا. أنت ضيفي وهي ضيفتي زيدا ليلى، نكونوا يعني من فضلك من فضلك تسحب يعني كلمتك أولا. أنا لم أتكلم كلام خارج على النطاق، لا تكبر ولا أي شيء. أنا نكلم فيك، تعرف أنا من المكناسي، من أولاد عزيز، من مكناسي، من ولاية سيدي بوزيد، ونعرف أنا دار عمي موجودة، أنا ولد عمي عنده 30 سنة بطال يا أستاذ، وأنا من الروحية وبيت أهلي في الروحية، ونعيش ونعرف المشاكل متاع الناس، ونعرف الحاجة والخصاصة اللي عايشين فيها التوانسة. من فضلك أنا كيف تسألني تقولي صحفية، أنا ننطلق من الشارع، وهذا الكلام كلام الشارع التونسي وكلام أهالي سيدي بوزيد اللي أنا ننقلك فيه. وأنا نسألك ما فما حتى أي تكبر. ويجيبك أختي.